أهم مرحلة اللي تؤثر على نفسية الطفل هي مرحلة الطفولة المبكرة. احنا نتكلم من الولادة إلى 6 سنوات، تأثيرها جدا قوي، وغالبا أنه يتكون الدماغ أو الجهاز العصبي للطفل 80% منه في أول 6 سنوات، فلذلك من المهم جدا الاستثمار في هذه المرحلة. يعني هذه المرحلة يجب أن لا تمر مرور الكرام. قطعا، ولو فكرنا أنه نقسم هذه الفترة اللي هي فترة الطفولة المبكرة، قد تكون أهمية من عمر يوم إلى 6 شهور، هذه يتعلم فيها الطفل كيف يضع حجر الأساس لبناء الترابط مع الأم. تليها عندنا من 6 شهور إلى 3 سنوات، هنا يبدأ يتكون بما يسمى الذاكرة الضمنية، يبدأ الطفل يتعلم فيها جميع الاستجابات العاطفية لكل مختلف التجارب. فضروري جدا لما تبدأ يتكون هذه الذاكرة الضمنية أنها تكون تجارب حقيقية بناتجها الحقيقي. هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية، تبدأ تتشكل العلاقة بين الطفل ووالديه. احنا قلنا في الفترة الأولى 6 شهور يضع حجر الأساس للترابط مع أمه، لكن من 6 شهور 3 سنوات تبدأ تتشكل العلاقة. في الأخير يعني جابر ماتيه يقول: ليس بمهم ما تفعله لأبنائك، وإنما من أنت بالنسبة لهم. يعني من أنت بالنسبة لهم، من أنت بالنسبة لهم، لأن في الأخير الأم والأب ما هي صفة شخصية، وإنما هي وصف للعلاقة. الأم والأب هم أدوار يقومون فيه الوالدين ليحققوا احتياجات الطفل الأساسية.